ويمكن لو انا كنت مكان كل واحد فيهم واتكلم عنه هقول اكتر من اللي قالوا عليا فيه يعني. فهم الحقيقه يشكروا على هذا التقدير. بما ان التقرير والمتحدثون في تقرير اتكلموا واشاروا الى دوره الالعاب الاولمبيه في سيدني، نتحدث عن دوره الالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله في طوكيو. شايف ازاي الاستعداد الواجب ان احنا نحرص عليه، وايه الفرص المتاحه امامنا من اجل ان نحقق شيء وان نتواجد تواجد مؤثر في طوكيو؟ هو الاستعداد للدوره الاولمبيه ده طبعا بتقوم بيه الاتحادات الاولمبيه. الاول بس هم عليهم ان يتاهلوا للالعاب الاولمبيه من خلال التصفيات القاريه. فطبعا يعني دي المرحله اللي هي عليهم الاهتمام بيها دلوقتي. النتائج الفتره دي، النتائج اللي هو اللي تؤهلهم للمشاركه في الدوره. وبعد كده يعني هو مجرد المشاركه ده هدف، بس احنا بنقول ان ده هدف مرحلي ان تشارك في الدوره. بالنسبه في دول ان تحقق الوصول الى الهدف المرحلي ده هو ده النهايه بالنسبه لهم، وفي دول عندها الهدف الثاني وهو تحقيق ميداليه اولمبيه. احنا الحقيقه من فترات طويله جدا نقاط التميز اللي عندنا اهملناها. يعني احنا معروفين للمصريين مثلا كانوا متميزين في رياضات معينه اهمها رفع الاثقال، المصارعه الملاكمه بعديها. لكن احنا رفع الاثقال يعني بقول لك المصريين ملوك الحديد، واحنا ميدالياتنا الاولمبيه هي الحديد، خضر التوني ومن يليه. فيعني علينا ان احنا يعني مزيد من الاهتمام، لان دي يا عيني رياضات اللي بيمارسوها اقتصاديا تعبانين جدا، والقواعد بتاعتها في الاقاليم دايما كانت في شبين الكون، وعدد الممارسين كبير جدا للرياضات دي، ممارسين كتير لو لقوا دعم حقيقي وانفاق، بس محتاجين لده. لان المساله ورش الرباع ده بياكل ايه؟ ده انت يعني ياكل خروف، يعني بياكل اكل مكلف جدا، ما بياكلش الاكل الجانك فود او الحاجات البسيطه اللي احنا يحتاج ياكل بروتين واكل مفيد وصحي كتير جدا، وعنده نظام غذائي، في مكملات غذائيه مكلفه بيحتاجوها، كل شيء مكلف جدا. ف يعني ارجو ان احنا الدوله تنظر نظره اخرى، ودكتور اشرف صبحي يعني بنوجه له برضه ان ده انه هو مهتم بهذه الرياضات، انما مزيد من الاهتمام بالرياضات اللي ليها تاريخ اولمبي، لانه ده دي حاجه في الجينات المصريه، في الجينات بتاعتنا ان احنا حملين اسيه، احنا بنشيل اثقال ونشيل الحديد. لا، وتاريخنا كله في ميداليات الاولمبيه فعلا زي ما حضرتك قلت، مصارعه، جودو، ملاكمه، رفع اثقال، يعني دي اللعبات اللي عندنا اعلى بوتنشال فيها، اعلى فرصه لتحقيق ميداليه اولمبيه. دي موجوده، نهتم بيها المفروض. على النقوش الفرعونيه الناس اللي بتصارع وعامله كده، دي في موجوده من ايام الفراعنه. فاحنا يعني ارجو ان احنا مزيد من الاهتمام بيها، ومزيد من تطوير التكنولوجي الجديد فيها في التدريب، واستعانه بمدربين على مستوى عالي، ويعني نعمل مراكز، تتعمل مراكز لاكتشاف المواهب بتاعتها خصوصا في الصعيد وفي محافظات، في محافظات مشهوره بالحاجات النزليه دي، المنوفيه مثلا من المحافظات المشهوره بالرياضات دي، فيتعمل فيها مراكز لاكتشاف المواهب وصقلها. طيب، ابرز ملاحظات او الحاجات اللي حضرتك ما بتنساهاش من خلال متابعتك خلال التواجد في دوره الالعاب الاولمبيه في سيدني، وعلى مستوى التنظيم ايه اللي بتتمناه لمصر على مستوى تنظيم الاحداث الرياضيه العالميه؟ وشفنا طبعا النجاح تنظيميا والبنيه التحتيه والتطوير في البنيه الرياضيه في مصر، خصوصا استادات وملاعب كره القدم خلال الفتره اللي سبقت نهائيات كاس الامم الافريقيه الاخيره للفريق الاول، طبعا لمنتخبنا الاول حتى لو لم ينجح فنيا في البطوله. هو يعني الشق الاولاني من السؤال، يعني ايه الحاجات اللي كانت لافته للنظر في الدورات الاولمبيه دي اكبر الاحداث العالميه الرياضيه؟ اللافت للنظر انه استضافه الالعاب الاولمبيه بتبقى استضافه مدينه، يعني دوره سيدني مش دوره استراليا، دوره برشلونه مش دوره اسبانيا،
يعني الدورة بتنسب إلى المدينة، فالمدينة دي كلها من أصغر طفل فيها لأكبر حد فيها بيحس إن هو بيستضيف، إن في ناس جاية ضيوف عنده، إن هو بيستضيف العالم. الإحساس ده إحساس شعبي، وبالتالي كله بيسخر. يعني كان في ناس بتفض بيوتها علشان إقامة وفود إدارة الدولة، إدارة الدورة تستفيد بيها في إقامة وفود، إقامة رؤساء وفود، إقامة ضيوف وهكذا. طبعا الرياضيين بيهم أماكن، لكن على هامش الدورة يبقى في استضافات لمسؤولين وإعلاميين وبرلمانيين، في حضور ضخم مصاحب للرياضيين يعني جدا. وشوف بقى كم دولة، 100 وشوية يعني، فأعداد ضخمة جدا. وكل ده حضرتك شايف أو لافت لنظرك إنه كان المدينة كلها بتشتغل كوحدة واحدة لنجاح البطولة. المدينة كلها حاسة إن دول ضيوف عندها، يعني كل بيت حاسس إنه عليه دور إنه الناس دي تنزل عنده. يعني هو يكون مساهم في إن يستضيف حد، يستضيف حكم، يستضيف مدربة، يستضيف مش عارف كده. يعني كل حد بيبقى حاسس انه قايم بجزء من الاستضافة. طيب بالنسبة لمصر الفترة الأخيرة استضافتنا وتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكبار قبل بطولة طبعا المنتخب الأولمبي والنجاح اللي حصل والفوز بالبطولة اللي هنتكلم عنه بعد قليل. وهل حضرتك شايف ان احنا بنتطور في قدرتنا على استضافة المحلي؟